ليلى اسمعيني كويس، احنا لازم نسيب بعض. تشربي ايه الاول؟ تشربي ايه الاول؟ هو في شرب بعد اللي انت بتقوله؟ انت لازم تعرفي حاجه مهمه، الموضوع ببساطه ان انا يا ستي زي ما تقولي كده بتحب هدى، مش كده؟ لا الموضوع مش بالشكل ده، يعني انا منبهر بيها بس. بقول لك ايه، انا اعصابي تعبانه، اتفضل اطلب لي نص فرخ. حاضر. متر تعالى اسمع. امر يا فندم. هتلاقي نص فرخه وهات لي انا ربع بومبار وقرنين فلفل. وقرنين فلفل حرقين جامد. اطلع طعم صحتك. ها قولي لي، هتطلعي معانا الرحله بقى ولا لا؟ مش طالعه. ده انا اللي مطلع الرحله. عايز اطلع معاك رحله وانت بتحب الست هدى. يا حبيبتي افهميني، انا معجب بيها بس لسه مرحله الحب دي بعدين. انت عايز تجنني؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ انا عايز اشتراك الرحله. انا همشي بمسار اكيد. يا ليلى طب البومبار. يا ليلى خد هقول لك. يا ليلى خد هقول لك حاجة. يا ليلى ده مش أول جهاز ميدو يفجره لنا. طبيعي طبيعي. بكام التلفزيون ده؟ ده ب 750 جنيه. ليه؟ كام بوصة؟ كان 14 بوصة. 750 على كان 14 بوصة؟ تبقى البوصة واقفة. لا أسعاركوا غالية قوي. دي أسعار حكومية وعليها ضريبة مبيعات. ليه يا ميدو؟ ليه البهدلة دي يا ميدو؟ هتدفع ولا أحبسهولك وتروح تزور أنت ولادك في أبو زعبل؟ طب بقول لك إيه؟ أنا عندي تلاجة 14 قدم استعمال حريمي، ما تاخد لك 10 قدم وسيب لي 4 نشرب منهم أنا والعيال. وانا بجهز عروسه يا جدعان. على انت عصبي ليه يا استاذ؟ الكلام اخذ وعطى. اتفضل. ايه ده 50 جنيه. اتفضل. ايه ده طلب بتقسيط بقيه المبلغ. امال انا ميدو. اديني اماره. اماره ازاي يعني؟ بطاقتي ايه؟ انت شايفاني علشان تشوفي بطاقتي. ما هو حضرتك اللي هتقراها لي. ابوكي جوه؟ لا بابا مش هنا. والله هتلاقيه هنا وانت مش شايفاه. بس في واحد عريس قاعد جوه. وازاي تدخليه ومفيش حد في البيت؟ طب ما هو ابوكي اخويا اللي اداله الميعاد وبعدين هو مش موجود. ليه راح فين ابوكي؟ تقريبا كده طلبوه في المعهد عندك. طلبوه في المعهد؟ يا نهار اسود ومنيل. طب كان في النضاره بتاعتي هنا. دور عليها. النضاره الاستنى التانيه. هي خلاص 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 لقيتها. طيب روح انت اعمل لنا شاي وانا هخش له من عيني. ايوه كده. لا 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 مستحيل. الصوت ده مستحيل. معلش اصل المفصلات بتاعت الباب تلاقيها متنشنه شويه انا عارف. لا 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 ارجوك. معلش انا اسف. اصل البيبان انت عارف البيبان القديمه بتاعت زمان كانت يعني عتاقي شويه والباب ضرفتين زي ما انت شايف والضرفتين بيبصوا على الصاله. ايه الوقعه السودا دي؟ اهلا وسهلا. الشاي يا ناس. ليه بتعلي صوتك ليه كده ليه؟ ايوه ما هو حضرتك اصله ناهد مش جنبي، لازم يعني اعلي صوتي عشان تسمعني. ما تتصورش انا اعصابي تعبانه قد ايه. طيب يعني تحب حضرتك اهدي لك النور شويه او اطلب لك دكتور او حاجه؟ انا بخاف من الضلمه. انا اعصابي تعبت عشان عملت 8 عمليات زرع عصب في نافوخه. الله يكون في عون حضرتك. يعني انا اسف معلش. طيب طلبات حضرتك ايه؟ لا 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 اهدى مفيش حاجه. ده الشاي. اهدى بس اهدى. عندي اعصاب. ميرسي يا ناه. ها كنا ايه يا ناهد؟ لا انت هتقعدي ولا ايه يا عيل؟ روحي اوضتك. اسمه كلام. لا لا معلش 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 معلش. ها يا سيدي. حضرتك اخو ناهد؟ ايوه انا اخوها. طلبات حضرتك ايه بقى؟ انا ماليش طلبات.
انا فنان مبدع. ممثل يعني؟ لا نقاش، وعندي عدتي وفرشتي ورولتي. نقاش؟ طب يا ريت بقى نتكلم شويه على الامكانيات، يعني الشقه والعفش والمهر والحاجات دي. لا حضرتك ما عنديش الامكانيات دي، ما عنديش فلوس، ما عنديش الحاجات دي. امال حضرتك بقى جاي تتجوز برولتك ولا ايه؟ والله يا حضرتك موافق خير وبركه، كسبت فنان مبدع. رافض ما تفرقش معايا، مش اول مره اترفض. يا سلام. بجد؟ رد 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 رد. حاضر. رد بسرعه، رد رد. الو يا عزوز. رابط بره. انا في البيت. لا معلش، اصل عندنا عريس اعصابه تعبانه شويه. وطي صوتك ابوس رجلك. اوكي اوكي. انت ليك عين تيجي هنا بعد ما بوصل العربية وفجرت التلفزيون؟ اسف يا بابا ما كانش قصدي. اسف يا قليل الادب يا كلب يا حيوان. وطي صوتك وطي صوتك. انت مالك انت؟ مين ده؟ اكيد صاحبك وفزان زيك. لا يا بابا ده واحد ملمس خالص. ملمس يعني ايه؟ فظيع فظيع. احترم نفسك بدل ما ميت ايد عليك. ده اعصابه تعبانه قوي. اعصابه تعبانه على روحه يا بابا. مش عليا انا. ده عريس ناهد اللي انت مديله ميعاد النهارده. انت مش موافق؟ انت بره بره برا. انت موطي صوتك. موطي فظيع. استغفر ليه كده؟ ليه كده؟ ليه؟ انت بتقعد حاطط رجلي على رجلي قدامي. يا بابا انا فاكر خرجت. خرجت بتطردني من بيتي يا ولد. يا بابا انا ما قلتش كده. اسف اسف. انت بتوقعني في صدري. ما هو اهو اسف. دماغك ايه يا بابا؟ مش تضربني بالدماغ ده. انا هقطع. لا لا بقى وطي صوتك بقى. ارجوك وطي صوتك. انا هوري. خد خد. اقطع مين دلوقتي؟ يما كفايه اكل خضره بقى. مش الدكتور قال لك خف منها؟ يا اخويا ده عيالك سودا يا اختي. قبيله غلط يا اختي. يا بطه يا اختي. بقول لك ايه يا عزوز؟ ايه؟ شفت لك منام اسمه زي وشك. انت هتتجوز يا واد؟ انا هتجوز ياما. اه. وهتبقى مين العروسه بقى؟ ايه رايك في نهد اخت ميدو؟ بس انا خاف اتقدم لها ويرفضوني واخسر ميدو صاحبي. ليه؟ ما انت معاك دبلومه قد الدنيا. ايوه بس ابوها طالع فيها حبتين. سيب لي انا الموضوع ده، المهم انت موافق عليها؟ طبعا موافق ياما. نهد بنت ناس وطيبه ومتربيه، وموضوع النظارات والنظر ده مقدور عليه، بس انا سامع ان جالها عريس ورفضوه. بس ياما الجواز محتاج فلوس كتير ومصاريف، وانا مش ناقص حرق الدم. مالكش دعوه، ربنا يسهل. يعني هتساعديني ياما؟ منين يا حسره؟ ياما ما المكافاه بتاعت ابويا الله يرحمه موجوده كلها، وما صرفتيش منها حاجه. عشان الاخضر زرخصتي ده انا معايا منهم مليم احمر. طب ما تدعيش على نفسك لربنا يستجيب منك وتخضر مني بجد وما اعرفش اتصرف فيكي. ما تفك كيسك وطلع تحت البلاطه. ايوه يا اما بس محتاج له مساعدتك برضه. خلاص لما يوافقوا الاول. يا رب يا اما يرزقك بفدانين خاص تجري فيهم وتاكلي لحد ما تشبعي. يا قادر يا كريم يا رب. اتكلم يا واد. بتتكلم انت يا ماما. ما تتكلم يا بابا. اتكلم اقول ايه؟ انا فاهم حاجه؟ في امانه عندكو وجايين ناخدها. امانه ايه؟ انت عملت ايه يا واد تاني؟ والله يا بابا ما عملت حاجه. امانه ايه يا اما بس؟ انت جاي تفك وديعه؟ عم صابر يعني الامانه دي تبقى ناهد، وانا جاي اخطبها ان شاء الله يعني. وانت عرفت ناهد امتى؟ انت يا عم صابر ده انا ساكن قدامكم بقالي 25 سنة مش هعرفها ازاي. ما خدتش بالي منك خالص. مالكش طلة؟ والاستاذ شغال فين؟ في الكشافة؟ لا يا عم ده انا ضابط امن. اه وانت ايه رايك يا ميدو في امكانياته ووضعه المادي شكله طريق كلامه؟ والله يا بابا اللي انا عارفه ان هو راقد له على قرشين كده. والقرشين دول يستروا اختك في الجواز؟ هو حتى لو ما حصلش احنا ممكن نقلبه في القرشين دول. تقلب ايه يا قليل؟ بهزر يا بابا. بهزر والله بهزر. يلا ارجع. حاضر حاضر. عموما يا بابا احنا مش هنلاقي احسن من عزوز. مبدئيا انا ما عنديش مانع، بس ناخد راي نهدي الاول. ادوني فرصه افكر.
تخش. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. ¡Hola! ¡Ana Mido! ¡Hola! كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيب. نسيت أعرفك، ميدو صاحب رمزي. أهلاً. أهلاً أخوك. وائل الباي فريند بتاعي. وباباك يعرف الموضوع ده؟ لا طبعاً. ها قلت إيه؟ مش وقت الكلام ده بقى. تعال معايا عشان خاطري. أنا مش عارف إزاي أنت تفكري في الحاجات دي. يلا تعالى يا حبيبي، محدش واخد باله. مش وقته؟ وإزاي بتفكري في الحاجات دي؟ يا روح هتعمل إيه مع القطة ده؟ تيجانك أنا فيهم ده؟ دي القعدة اللي انتوا جايين تقعدوها؟ إن بعض الظن اسمها هاي أستاذ بوي فريند. إيه اللي جابه هنا؟ قدامك طريق واعر وطريق مفروش بالنور. هو ده، قومي نرقصيك من كلام الفاضي ده. عشان خاطري سيبنا شوية. باين عليه خايف من حاجة كده في الفنجان. أخاف من إيه؟ يعني تكون حاجة كده ولا كده ولا سكسك ولا إيه؟ خليك في نفسك لو سمحت. وانت يا ست خلصينا. الطريق الواعر مليان مطبات يا بنتي. ايوه، ما انت مش شايفه جسمه عامل ازاي. بتقول ايه يا استاذ؟ خلاص يا عم ما تخنقناش جامد قوي كده، كملي. في تعبان في حياتك ملازمك على طول. مش قلتلك اهو؟ لا ده انت زودتها قوي. والتعبان ده موجود بيناتكم هنا؟ ما هو هو وائل. عرفناه خلاص. ايه يا حبيب؟ ايه يا تقيل؟ بقولك ايه، ما يغركش الشياكة اللي انا فيها، انا اساسا معفن. علاجك عندي. طب حاسب لا تتعدي بقى. الله، الهدية. لا الهدية مش كده معقول. لا 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 ايه يا استاذ طلعت؟ هاي اتفضلي. ايه يا استاذ طلعت، مالك متوتر ليه كده؟ هو ده الاوتوبيس اللي هيودينا العين السخنه؟ ده ما يوديناش اساسا الاشاره الجايه. يا استاذ طلعت، ده الاوتوبيس ده رايح جاي على العين السخنه لما ولع. ماشي، وفين السواق بتاع المرجيحه دي؟ قال لي راح يشرب حجر شيشه هناك كده، اهو اهو جاي هناك اهو. هو ده السواق؟ ايوه. كان بيشرب شيشه؟ ايوه. المفروض يشرب جلوكوز. ما هو جايب معاه. ورابط دماغه ليه؟ لا ابدا، اصله اتقلب مرتين امبارح. وجبته ليه؟ لا يا بيه، احنا واخدين على كده، القلب ده حاجة عادي عندنا. مش قلتلك يا استاذ طلعت ده راجل قليب جامد. ابقى قابلني لو طلعت رحلة بعد كده ميدو. مش لما نرجع من دي الأول؟ لما نطلع ده الأول. والله اوتوبيس جميل قوي يا استاذ طلعت. يا حبيبي يا اوتوبيس. بتبص الاوتوبيس. اوعى التلج يلسعك، اوعى السودة تشلفتك. زوز يا ميدو. الازوز بالنص. لا يا حبيبي، احنا متفقين على بعد التلج والمشال وتنشف في مياه خدمة ميدو. اطلع بيه. اوعى السودة تشلفتك. يلا يلا يا اسطى اتفضل. استنى على فين بس يا استاذ ميزو؟ ايه؟ ما انت عارف عايزين زقه. معلش يا اسطى نسيت. يا اخوانا اللي جوه. ايوه ولع الدوز. يا اخوانا اللي جوه معلش زقه كده معلش. يلا يا حبيبي. يلا مرسي. يلا يا استاذ. يلا اخوانا، يلا اللي جوه ولا الاسى ولا يلا علينا معلش زقه كده من جوه بسرعه. يلا ايوه احسن شباب معهد. حد ما جاش يا جماعة؟ لا. متأكدين؟ أيوة. لا. أيوة. لا. أيوة. لا. أيوة. لا. صور. هنهرد؟ هنهرد؟ إحنا طالعين رحلة ولا إيه؟ إحنا طالعين ناس تجيب. إيه الراجل ده؟ أنا حاسس إن إحنا طالعين رحلة في إعدادي. يا عم ما تقلقش، سيبك منه. إحنا أول ما ننزل من الأوتوبيس نعمل اللي إحنا عايزينه. أنا أعرف إن هو اللي طالع، ما كنتش طلعت. بس انا هفكهولك. تفكي لي ايه ورباك جزمه؟ اقعدي. راح فين؟ راح فين؟ راح فين؟ خد اللي هيحدفك من الاوتوبيس. استاذ طلعت. نعم. روق. مالكيش دعوه. صحصح لينا كده. ليلى هنزلك اقرب كمين. طب كلمه. مكانك. صح صح لينا، ده اليوم ده بتاعنا لوحدينا، هنقضيها بالطول
سواق متفردك متحته هنخبطها بالطول والعرض زي ما اوتوبيس بيودينا هواك ما تسوق طشيت برفان مع ضربة مش وحزام لم يعمل فوق عالوسط وهي رحلة تفوت ولا حد يموت وفي آخر اليوم تلاقيني خلص تروق هتروق لو كان حبيبك نفضلك يا ريت تدور من فضلك على حد بيقدر حبك يمكن يكون واقف جنبك مش لازم في القعده اتكل على الله عشان دي قعده طيبه وعايزين نسافر لفوق ايه يا رمزي في حد يسيب التراوه الحناه دي ويمشي في تراوه هناك يلا بينا يا عم انت بقى اوعى من ضلك الناس مشوا نعم على طول مقضيها كده على طول مش معايا ما احنا مع بعض في الرحله اهو يا ليلى انت متاكد ان انت معايا في ايه يا ليلى يعني مفيش اي حاجه بتلفت نظرك ليا لا طبعا اكيد في يعني ده على الاقل كفايه رجولتك معايا رجولتي ليلى انا هنصحك نصيحه اهتمي بنفسك شويه بصي في مرايه بلاش دور الواد اللي انت عايشه فيه ده طول الوقت البسي فستان حسسيني انك انثى ولو مره واحده ميدو نعم ميدو انا فرحانه قوي انا مبسوطه قوي انا بحبك قوي نعم اخيرا قلتيها ده هي دي الكلمه اللي انا نفسي اسمعها طول عمري فهمتني غلط كان في كلام بعد كلمه بحبك بس انت اللي قطعتني ايوه ايوه عارف عارف بحبك وبموت فيك وكل الحاجات اللطيفه بتاعت الحب دي انا عارف اموري كنت عايزه تقولي ايه ميدو انا كنت عاوزه اقول لك ان انا بحبك زي اخويا اخوكي ايوه ميدو انا فرحانه قوي فرحانه طب ممكن اعرف انت فرحانه قوي كده ليه اصل وائل غار منك يوم حفله عيد ميلادي وابتدى يهتم بيا اكتر من الاول لدرجه انه بقى كل شويه بيكلمني كل شويه بيكلمني روشني يا ميدو روشني روشني يا ميدو يعني انا السبب في ان وائل كل شويه بيكلمك وروشني يا ميدو كده انا امي دعيالي اوعى تكون لسه زعلان من اللي حصل يوم حفله عيد ميلادي وائل طيب وقلبه ابيض بس هو عصبي شويه ايه ده وائل ايوه وائل ثانية واحدة شفت مستحملش يصبر دقيقتين عن إذنك ضلي ضلي بتحب في إيه ده مش فاهم أنا ماشي ضريبة المبعادة عندنا 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 عند
بس يا جماعه ايه يا عم حسين في ايه؟ انت اللي دخلتني في الطريق الخطا وهو البنزين خلص وما وصلناش اي حته. يا نهار اسود، يعني احنا كده تهنا؟ في سر في الموبايل. اهدي شويه يا مدام. اهدوا من فضلكم، اهدوا تلاقيه بعده في الريست شويه. شوف يا جدع، انت لو بنت ليلى جالها حاجه مش هتشوف ابنك تاني. يا سلام، حد قال لك ودي بنتك الرحله؟ ايه المياصه دي؟ تعالي هنا، ما تجيش دعوه انت. خلاص احنا نطلع على مديريه الامن. يا سلام، انت بتهددني يا اخويا. اخرسي اخرسي، مش عارفه افتهم مع الراجل منك. يا سعاده البينا مديريه ولا حاجه، هم ساعتين زمن وهتلاقيهم بقوا هنا. وين ما جوش. يا سلام يا اختي، ما تربوا عيالكم الاول. يا اختي تربي انت الاول واخرسي بقى. يا جماعه انا المسؤول، عيالكم هيباتوا في بيوتهم النهارده. هات واحد من المافيوز المحترفين هو اللي يفكر المركز الثقافي الافريقي. احنا تبع منظمه كبيره قوي، وياما نفذنا عمليات في جميع انحاء العالم، عايزين نحافظ على سمعتنا. بالعكس يا فندم، تفجير المركز الثقافي الافريقي مش محتاج واحد محترف، محتاج واحد يعرف يدخل ويخرج من المركز بسهوله. هو ده حامد صابر عارف، الشهير بميلو والمسؤول عن صيانه الدش بالمركز. يا خبر اسود، شكله عبيط بشكل. لا لا لا، انا لا يمكن اقبل واحد زي ده. ولو قلت لحضرتك على مسؤوليته الشخصيه. عارف يا سالم الغلطه تكلفك قد ايه؟ للاسف عارف يا فندم، عارف. عاوز تبتدي ازاي؟ عاوز حضرتك تديني 24 ساعه اكمل دراسه شخصيه ميدو، بعدها حضرتك تاخد القرار اللي انت عاوزه. اوكي سالم، جو اهيد، يعني موافق.